أهلا بكم مشاهدينا الكرام في موضوع جديد. اليوم طلب مني أحد الأصدقاء أن أقوم بترقيم بعض الملكات الموجودة في خلاياه. صراحة فاجأتني هذه الخلية، نحلها شرس وشرس جدا جدا، لم يسمع لي في حياتي أن رأيت نحلا شرسا مثل هذه الخلية. هذه الخلية تبدو لي أشرس من النحل الإفريقي الخطير. سوف أترككم تحكمون على هذا النحل، نحلها خطير خطير جدا. هذه هي بعض المشاهد التي تقلي النحالين المبتدئين وكذلك النحالين المحترفين. صراحة نحل كهذا في المنحل يفسد على النحل متعة تربية النحل، فلهذا أوجه نصيحة إلى النحالين الذين يرغبون في إنشاء مشروع تربية النحل أن يختاروا السلالات الهادئة، فالسلالات الهادئة غير متعبة مثل السلالات الشرسة في المنحل. كما تشاهدون إخواني نحلها شرس وشرس جدا، مشهد مقلق للنحالين. سوف أترككم مع هذه المشاهد المقلقة بالنسبة للنحالين. إخوان كيف ما شاهدتوا هذه الخلية شرسة وشرسة جدا، صراحة لم أعد قادرا على الرؤية بشكل واضح بسبب كثافة النحل الذي كان على رأسي ووجهي، فلهذا قررت عدم إكمال هذه العملية. كنت أريد اليوم تصوير فيديو يتحدث عن كيفية ترقيم ملكة النحل، ولكن بسبب شرسة هذه الخلية لأحد الزملاء فشلت هذه العملية. كيف ما كتشاهدوا الإخوان، نحن نواجه صعوبة في إنتاج هذا المحتوى الخاص بتعليم تربية النحل. أتمنى إخوان أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. لن تخسر شيئا إذا قمت بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد، وتشجيعا لنا لكي نستمر في إعطاء المزيد. شكرا إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.